بوابة البحرين لايف مع خالد محمد. جوائز ومسابقات تنتظركم. مستعدين؟ يلا احنا على الهواء. يا اهلا فيكم متابعينا، والله يتقبل منا ومنكم الصيام ان شاء الله. اليوم باذن الله مستمرين في مسابقاتنا، واكيد اليوم عندنا ضيفه مثل ما شفتوا في البوست. اليوم ويانا عايشه عبد الملك، مصممه مجوهرات بحرينيه. عايشه عبد الملك طبعا تعتبر اصغر بحرينيه تدخل عالم تصميم المجوهرات، وهي شابه بحرينيه مبدعه من الهام وفرصه الى ما صارت اليوم مصممه مجوهرات بحرينيه، وصار لها اسم لامع في تصميم الذهب والمجوهرات في مملكه البحرين وطبعا على مستوى الخليج ومن ثم للعالم، وفازت في عدة جوائز. والحين خلونا نرحب بعائشة عبد الملك. يا هلا فيك عائشة. الو سامعكم. يا هلا فيك عائشة. سلام عليكم. اهلا، نورت الله في اليوم ويانا. النور نوركم. شني الحين ما طلعت ولا انا عندي غير؟ لا انت حاليا على كوي. حاليا انت على اللايف. او اصلا نعم. عايشة، شلون كانت بداياتك في تصميم المجوهرات؟ سوان اقصر الصوت شني اللي في الفيديو انصى اقصر الصوت. اي ما عليك، انا راح اتصل على الصوت اللي في اللايف ان شاء الله. تبس قصرته. البدايه دائما اللي نقول البدايه او نتكلم عن قصتنا نحسها كنا يعني كنا قصه متكامله، لكن قصتي هي كانت مجرد احداث متفرقه كلش عاديه خاليه من اي نوع من الدراما. لكن انت تذكرها في قصة وايد حلوة. في البداية كانت الجاية ما نكون في صغيرة، كنت وايد أحب الرسم وايد كنت أحب الفن، وأهلي لاحظوا هالشيء، لاحظوا حبي حق الرسم، فشاركوني في برامج عديدة للرسم ومختلف أنواعها. هذه كان يصير طول مرحلة الدراسية من يوم ما نكون كلش صغيرة لين ما تخرج. وبعدين في المدرسة في الثانوي بآخر سنتين من مدرستنا احنا عندنا يعني نوع النظام انه لازم بآخر سنتين اللي هو ثاني ثانوي وثالث ثانوي ان احنا لازم نخلص نقاط من النشاطات الخارجية. فأنا كنت شوية متأخرة على النقاط في البرامج الخارجية، فاقترحت علي واحدة من مدرسات الله يحفظها ان انا شارك في برنامج مشروعي مع تلكين. قالت البرنامج طويل تقريبا 6 أشهر، فإذا شاركت فيه متخلصين كل نقاط. فشاركت من غير أي نية جدية فإني أنا أفتح بزنس أو أنا أسوي مشروع أو أي شيء. شاركت في البرنامج، لكن جزء من البرنامج إنه آخر يومين من المشاركة يكون عندك بوت في واحد من مجامعات البحر. على وقتي كانت في سنتر أحيانا ما كنت غلطانة يسوونه في السيت. أوكي. فسويت كانت في سنتر، وصراحة شعور إن الناس تنعجب بشغلك أو أغراضك يكون يعني شعور مجمل. فتسبب الإدمان. فشاركت وايد نعجبت بهاي الشعور، وايد كنت مستانسة، وقررت أنا أبتدي مشروع. ما شاء الله. واليوم وين وصلت مجوهرات عائشة؟ وايد صعب أن أتكلم عن شركتي بهاي الطريقة، لكن الحمد لله اليوم مجوهرات عائشة صراحة رئيسي في البحرين. هي شركة الأم بثلاث شركات إستراتيجية في الإمارات وفي الكويت. وإن شاء الله إحنا الحين قاعدين نشتغل على إن إحنا ننشئ شركة أساس الرابعة في السعودية. طبعاً سبب إن إحنا ننشئ شركات مختلفة هي إن إحنا أغلب شغلنا تقريباً 70-80% يعتمد على التصدير. فيكون عندنا كيان في كل دولة وايد يساعدنا في هالشيء، وايد يسرع الموضوع ويفيدنا قانونياً. غير كذي الحمد لله إحنا في نهاية 2019 أطلقنا موقعنا الإلكتروني. ما شاء الله. كان موجود قبل لكن كان موقع ثابت، يعني مجرد راح تقرأ عنا وتشوف شو مسوينا وكذي، لكن ما تقدر تشتري. لكن من نهاية 2019 تقريبا شهر 9 صار إي كوميرس، فلاحظنا إن من سوينا موقعنا الإي كوميرس سهل على الناس اللي برا الخليج إن هم يتواصلون معنا ويستجيبون قطعنا. ما شاء الله. ففي نهاية 2019 لاحظنا إن كان عندنا كذا توصيل لخارج الخليج، مثل أمريكا، مثل بريطانيا. من أقرب الأماكن اللي وصلنا لها كانت مالطا. أما في 2020 لأن الناس خلت فيها على الويب سايت، لاحظنا أن التوصيل لخارج الخليج صار شيء عادي، صار شيء متكرر على طول نشوفه. يعني ما لدى تتابع الانستغرام وكل ولا لا، لكن
في الأسبوعين اللي طافوا وصلنا غير دول الخليج، كان لبولندا لبريطانيا ولوين مثلاً بريطانيا وبولندا وكندا. فالحمد لله يعني إحنا وايد مستمتعين. والله ترى قبل ما ندش اللايف كنت اصور فيديو حق واحدة من المؤسسات خارج البحرين، وكنت وايد امدح في رواد الاعمال اللي موجودين في البحرين استخدموا التقنية علشان يصلون حق الكاستمر خلال هاي الفترة. لا ما شاء الله البحرين فيها وايد وايد ناس مبدعة مختلف المجالات. صح. عايشة شنو يميز مجوهرات عايشة عن باقي الماركات؟ أنا أحس الأعمال الفنية التميز كله يعتمد على المتلقي. يعني مثلاً أعطيك مثال، مثلاً في الطبخ، الطبخ تشوف الرسمي في كل مكان موجودين صح؟ الطريقة أنا ما أعرف أطبخ، لكن كان خاطر أسوي كيك، دخلت على اليوتيوب كتبت كام كيك طلعت مليون ألف طريقة ومليون ألف واحد يراويني بالضبط وأنا أحط المكونات. فالرسمي والطريقة موجودة في زمان، لكن المكونات لسه. إذا تسأل أي شيء يقول لك المكونات هو أمثل، أنا ما سويت شيء بس حطيت مكونات هما صارت. فأنا أحس في أي مجال فني شيء صار تعتمد على المكونات والمتذوق على ذوق الناس وعلى طاري. صح. وعلى طاري الذوق أنا قاعد ألاحظ أن ذوق مجوهرات عايشة دائما يتميز في اللؤلؤ البحريني في أغلب التصاميم، شنو السر على هذا الشيء؟ الصراحة يعني دائما الواحد يحاول يطلع أحلى ما عنده. فالبحرينيين احنا معروفين حق اللون البحريني وحق حلوة شوية طرف، فدائما نحاول احنا نبين الجانب الجميل من اللي هو اللولو. صح. طبعا احنا اول ما بدينا كانت اللولو مجرد مجموعة من مجموعات مجوهراتنا، لكن نرجع حق المتذوق، المتذوق وايد حب اللولو فزيدنا من اللولو صارت الجزء الاكبر من مجموعتنا لا شعور. ما شاء الله. وعايشة حققتي من تصميم المجوهرات جوائز، يعني انا احس ذي المجال يعني صعب ان الواحد ينجز فيه بالنسبه لي، بس انا اتوقع بالنسبه حق عائشه اكيد حققت فيه جوائز. مشكور. صراحه كل واحد له شغله، انا بسالني شلون اسوي لايف من ساعه احاول اجرب ما اعرف شلون. كل واحد يحط طريقته سهله وسهله بالنسبه له. يعني انا بالنسبه لي اللي مسوي بعد وايد بعد. فبالنسبه للمسابقات انا احس ان احنا وايد مقصرين. ما شارك مسابقات عديدة لأسباب كثيرة مثل الانشطاط، خصوصاً إحنا ستارت أب فقضينا وايد وقت لما إحنا نرتب أوقاتنا وأشغالنا. لكن الحمد لله شاركنا في عدة مسابقات، منها الأولى وأهمها كانت جائزة ولي عهد لريادة الأعمال اللي فزنا المايكرو انتربرايز أوف ذا يير في سنة 2017 ولا 2017؟ 18 وسبعة، ما أعرف قدمنا في 17 لكن أظن تكريم صار 18. إيه في 2018. صح. هذه كانت الشرارة يعني مثل ما نقول كانت الجائزة الأولى لكم. صراحة لا، كانت الجائزة الثالثة. ما شاء الله. كانت هي الأخيرة لكن هي أهمها فذكرتها أول شيء. ما شاء الله. اللي قبلها بس في نفس السنة قدمنا على جائزة الأعمال للطلاب والطلاب الجامعيين. وحصلنا على احسن شركه جار من قبل طالب او طالبه، وهالشيء اهلنا ان احنا نمثل البحرين في منطقه عالمي في شخص واحد يمثل كل ديره كان في المانيا. واحنا صراحه كنا وايد فخورين ان احنا نمثل البحرين. قبل هالشيء كان بعد 2008. وقبل ما انتقل حق السؤال اللي عقبه كنت ابي اقول وين تنباع مجوهرات عايشه حاليا؟ تنباع حاليا احنا عندنا استوديو ديزاين، استوديو مالنا الخاص فينا. ديزاين استوديو هو واحد من اكبر انجازاتنا احس يعني في 2019. ديزاين استوديو فكرته كانت ان احنا ما كنا نبي نكون محل متواجد في السوق مثل كل المحلات. على فكره احنا اول ما بدينا عايشه جول الفكره كانت ان احنا نكون 100% اونلاين. لكن لاحظنا ان وايد من الناس اللي حابين انهم يقعدون معانا نسولف، نصمم لهم قطع خاصه مثل شبكاتهم تبلهم. ما شاء الله. فحسينا نحتاج مو محل، نحتاج ميلة. فسوينا الديزاين ستوديو، ممكن نشوف فيه صديقاتنا زبايننا يجونا ونشوفهم نتعرف عليهم. احيانا يجونا بعض صديقاتنا من خارج البحرين يجونا الاستوديو يتعب مع بعض ونسالف كفاية ياتهم. فهذه هي وهي اهم مكان احنا نعرف فيه بعنا. ثاني شيء احنا نعرف في دبي في دبي جي، دبي جي هم شركاء انا في التصميم، ما شاء الله. يعني وصول مجوهرات عايشة إلى دبي مول وموجودين حتى في السيتي سنتر وموجودين في كذا مكان، هذه صراحة شيء يبعث لنا الفخر يعني بالشباب البحريني. مشكور.
عايشة شنو دور العيلة؟ أكيد لهم دور في تشجيعك، لو تخبرينا أكثر. أكيد صراحة من أول يوم فكرت أنا أسوي فيه أنا أصبح عايشة جوز، كان دعم من عائلتي الصغيرة، من عائلتي الصغيرة، من عائلتي المتوسطة، من عائلتي العودة. ما شاء الله. صراحة يعني كلهم هدوا كل شيء عندهم وبدأوا إنهم يساعدوني، إنهم يدعموني، خالاتي، أمي وأبوي، أخواني، كلهم. ما شاء الله. فيدتي كل قاعد أشوف بعد الله، فيدتي يدي كلهم. كلهم ما قصروا صراحة، من اليوم الأول كلهم دعموني وكانوا يساعدوني بكل طريقة ممكن أهما يساعدوني فيها. غير كذي عقب ما كبر الشغل الدعم تحول إلى عمل. الحين حالياً عايشة جوز صارت فاميلي بزنس. أمي اللي هي أول شيء هي أمي فجراسي، وأمي حالياً هي بعد شريكتي في العمل من أول ما بديت. أمي حاليا مثلاً حتى أخوي عبد العزيز، أخوي هو اللي يدير الأوبريشن، كل شيء إداري صوبه هو. خالتي بدأت هي تكون معانا كمساعدة في نساعدنا في المعارض. الحين خالتي جزء أساسي، ما نقدر نروح أي معرض من غيرها. والوالد طبعاً الله يحفظه نفس الشيء، هو يساعدنا في كل الأشياء القانونية. فعايشة جوز تحولت من هي مجرد فكرة بالي إلى فاميلي. إن شاء الله الله يجمعكم دائماً على الخير عايشة. وشنو مشاريعك المستقبلية؟ ما أسمع؟ شنو مشاريعك المستقبلية؟ مشاريع المستقبلية طبعاً إحنا من أهم الأشياء اللي إحنا حابين نحن نركز عليها أو نحن نفكر فيها أو هدفنا إن إحنا ما نخسر روحنا التنافسية ولا روحنا الفنية. إيش أقصد هالكلام؟ إن عادةً الواحد اللي يبتدي بزنس يكون صغير وهو المصمم، تلاقي نفسه هو اللي يرد على الاستفسارات، هو اللي يتابع الشغل، هو اللي يتابع الحسابات، وهو أحياناً حتى اللي يوصل لقطة. ففي هاي المرحلة المصمم عنده يعني علاقة قوية مع كل أجزاء العمل، فيقدر إنه هو يحبر روحه أكثر، إنه هو يفهم شغله أكثر، ويفهم شنو المطلوب منه وشنو المطلوب من السوق. لكن الواحد اللي يكبر شوي تلاحظ إنه هو يشتغل بالأعمال الإدارية وشوي تقل الكونكشن ماله مع الأجزاء الثانية. فإحنا هدفنا إنه إحنا في ما إحنا نكبر أنا أصفر روحي أكثر من الشغل. مثلا الحين أنا ما أسوي أي شيء غير أن أنا أصمم وأسالف مع صديقاتنا في الانستغرام، هاي شغلي الحمد لله. الأوبريشنز، المصنع، الأكاونت، التوصيل، أي شيء لوجستكس أنا ما أجي عنه حتى. كذي أنا بكون متواجدة مع صديقاتي، متواجدة على الانستغرام وأصمم وأشوف اللي حولي من غير ما أنا أنشغل بالأشياء الإدارية. مثلا اعطيك مثال، الديزاين ستوديو اللي مثل ما كنا نقول انه هو واحد من اهم انجازاتنا في 2019، خلالنا فتره وايد طويله اللي احنا نصممها ونبنيه، لانه كان نبغى فكره جدا كنا بننفذها بحذافيرها. انا ما كنت اعرف شنو هذه الفكره، وما شفت الاستوديو الا شهر قبل اول ابوينتمنت من غير مبالغه. ما شاء الله. لان اذا كنت فكره ان اذا انا شغلت بتفاصيل الاستوديو ما بقدر اركز وما بقدر اعطي وقتي حق الاشياء الثانيه. صح. فهاي الفكرة أنا أنفصل عن كل شيء غير التصميم والإنستغرام. والله يمكن من كل اللايفات عايشة اللي بديناها من بداية رمضان لليوم أنت يعني نعتبرك قصة مميزة بالنسبة لنا. مشكور، يمكن أكثر واحد تكلمت بعد. الله والله. لا بالعكس، الوقت يعتبري لك كامل وإحنا وياك دائما إن شاء الله على تواصل. عايشة لو عندك كلمة أخيرة تبين توجهينها حق المتابعين وكل اللي تشوفونه. والله صراحة دائما أسأل هاي السؤال، دائما أحس روحي إن أنا مو مكاني، أنا أقدر أعطي أحد نصيحة. بس أتمنى حق الكل التوفيق. آمين إن شاء الله، الله يوفق الجميع إن شاء الله. يعطيك العافية عايشة، شكرا لك قبول دعوتك لنا. آمين يا رب. تسلمين، يعطيك العافية. كانت ويانا عايشة عبد الملك. الله يعافيك. الله يعافيك إن شاء الله. كانت ويانا عايشة عبد الملك مصممة المجوهرات البحرينية، يعطيها ألف عافية، وفخورين فيك يا عايشة وبأمثالك، ونتمنى لك كل خير، وإن شاء الله دائما تتجمعون على الخير بإذن الله، والمحبة تجمعكم بإذن الله. متابعينا الحين وقت المسابقات. مثل ما عودناكم أمس كان ويانا الصندوق، واليوم بعد الصندوق موجود. داخل هالصندوق 50 دينار كاش، كل اللي عليك أنك تخمن الرمز اللي مكون من 3 أرقام، وقلنا اليوم الرقم اللي موجود فيه رقم 6، عليك انك تخمن الرقم او الرقمين الباقيين.
يمكن رقم 6 يكون في البداية، يمكن في النهاية، يمكن في الوسط. بإذن الله بعد شوي بناخذ المكالمات، عقب 5 مكالمات بنفتح اللايف، بنشوف وياكم التعليقات شوي، وبنواصل مكالمات ثانية إلى ما نشوف من يخمن الرقم الصح ويربح 50 دينار كاش. بس سوري اللي يقول الرقم، نتمنى انه يكون في وقت المشاركات اللي موجوده في اللايف. يمكن انت تقول رقم اثناء المكالمات، احنا ما ننتبه حق الارقام اللي موجوده اثناء المكالمات، يمكن ان الفايز ويانا يكون عن طريق المكالمات. مثل ما عودناكم اللي حاب يتصل فينا يشارك ويانا من خلال موقعنا b4bh.com، واللي بيظهر لكم ان شاء الله بعد شويه على الشاشه مثل ما تشوفون، وسجل اسمك ورقم التواصل وياك باذن الله يحالفك الحظ. وكل اللي موجودين ويانا في اللايف لهم الفرصة ان يشاركون ويانا ويفوزون بالجائزة. يلا ننتظر اول مكالمة ان شاء الله بعد شوي نتلقاها. والله وايد استانس اليوم من اللايف، ومستانس بوجودكم كلكم. امس التفاعل كان وايد حلو، واليوم ان شاء الله بيكون احلى. نقول سامعكم. عليكم السلام، اهلا. يا مرحبا. يا اهلين. عرفتي المسابقة الشيخة؟ ايه الارقام؟ ايوه الارقام. انزين يلا عطينا ورقم. هو في 6 صح؟ ايوه في 6. ومحاولتين بس؟ محاولتين بس. 2 6 4. 2 6 4. 2 6 4. لا يا الله. يلا المحاولة الثانية. دقيقة. 3 7 6. 3 7 6. لا للأسف لا. يعطيك ألف عافية. حاولوا ويانا في اللايف، حاولوا ويانا في اللايف، إن شاء الله حالفك الحظ ويانا. إن شاء الله. يعطيك العافية. ننتظر المكالمات الجاية. بس كنت أقول لو تعطيني بعد التعليقات علشان نكون أول بأول إن شاء الله بعد شوي عقب المكالمات الأربعة اللي بنتلقاها. متابعينا ما زلنا متواصلين وياكم، مثل ما قلنا لكم إن تقدرون تسجلون ويانا من خلال موقعنا b4bh.com. إن شاء الله مستمرين وياكم يوميا لين هاي شهر رمضان وثلاثة أيام العيد. بإذن الله الجوائز الجاية بتكون أكبر من كذي، إن شاء الله الكل يحالف الحظ ويانا. ننتظر المكالمات. وصلنا. يلا بإذن الله بعد شوي المكالمة الثانية. نقول سامعكم. عليكم السلام. يا مرحبا، من معنا؟ محمد. يا أهلا فيك يا محمد. عرف المسابقة محمد؟ اي عرفت، بس بغيت أتأكد إنه يكون بس إجابة واحدة. لا إجابتين ثلاث... عندك إجابتين. محاولتين. أوكي. عطنا ورقم. 6 7 8. 6 7 8. للأسف لا. بعد 1 6 6. 1 6 6. لا. يعطيك العافية وحاول ويانا من خلال اللايف. حاول ويانا في اللايف. يعطيك العافية. حياك الله. ما زلنا متواصلين وياكم وبنشوف من بيجيب الرقم الصح. انتظرونا يلي موجودين في التعليقات. والله انتو تحمون يعني حول الإجابة، بس خلونا ننتظر المكالمات الثنتين اللي باقية، ومن ثم بنشوف تعليقاتكم في الانستغرام بإذن الله، ونشوف من بيفوز ويانا. قول سامعيكم. عليكم السلام. هلا أخوي. يا أهلا الغالي. عارف المسابقة الغالي؟ أي نعم عارف. تفضل قول الرقم. 3 6 0. 3 6 0. لا. بعد محاولة. 4 5 6. 4 5 6. لا. يعطيك العافية، حاول ويانا من خلال اللايف، وإن شاء الله يحالفك الحظ بإذن الله. مشكور. يلا ننتظر المكالمة الرابعة، ومن ثم ننتقل حق اللايف. بإذن الله بننتقل حق اللايف بعد شوي، بس ننتظر المكالمة. يلا ننتظر المكالمة الرابعة، ومن ثم ننتقل حق التعليقات. نقول سامعكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هلا. عارف المسابقة؟
اي نعم. يلا تفضلي. 611 611 لا بعد 366 366 لا يعطيك العافية. حاولوا ويانا في اللايف وإن شاء الله يحاول الفتش الحظ ويانا بإذن الله. يلا الحين وقت اللايف شوية كذي دقيقة لكم دقيقة خلنا نشوف التعليقات. يلا دقيقتين يلا شغل لنا التايمر. أمبي بركات ندى لا 615-660-683-680-660-512 لا 061 لا. يلا الوقت يمشي 061 لا 671 لا 767-761-669-689 لا 627 لا 667 لا. يلا باقي دقيقة 25 ثانية 916-196-568 كنترول شوف وياي علشان لو أحد يبي رقم خليك وياي تشوف التعليقات 463-346-906 لا 626 لا. يلا باقي دقيقة ومن ثم نكمل المكالمات 623-612-681-976-643-765-675 لا. وين الموسيقى راحت كنترول 666-543-456-672-687-667 لحظة خلص الوقت بس شكله في أحد يابي رقم أشوف ندى يابت رقم ندى هاللي بتخلص اللايف الحين ها يابت رقم ندى ندى الأزرق وينت يا ندى جبتي رقم صح 624 شوفوا ويانا في الكاميرا فرق الكاميرا يا كنترول 624 ندى جابت رقم وتبطل القفل ولها الخمسين دينار ندى مبروك يعطيك ألف عافية ما شاء الله عليك خمنت رقم صح. وين هي ندى ندى وينك وين هي قالت رقم ومشت وين هي أيوة كاهية قالت شكرا لكم صح يا ندى يعطيك ألف عافية يا ندى وتواصلوا ويانا في الدايركت عشان تستلمين الجائزة إن شاء الله باكر بإذن الله. المتصلين اللي ما حلفهم الحظ اليوم ما كلمناهم ندى اليوم خلصت المسابقة بأسرع وقت ممكن ما شاء الله عليها وقالت رقم الصح بإذن الله يحلفكم الحظ. اللي يقول عطيناك رقم من قبل قلت لكم فترة اللايف فترة ما تقولون رقم احنا نركز على التعليقات وقت المكالمات ما نشوف التعليقات. يعطيكم العافية متابعينا وندى توصلوا ويانا من خلال الدايركت مسج علشان نتواصل وياك ونسلم لك الخمسين دينار كاش. ألف مبروك تستاهلين كل خير وإن شاء الله حلفكم الحظ ويانا لنهاية شهر رمضان احنا موجودين وياكم وثلاثة أيام العيد بإذن الله عيدياتكم علينا بإذن الله. نشوفكم على خير وباشر الساعة 9 نفس المسابقة خليكم ويانا وبإذن الله حلفكم الفوز بإذن الله. مع السلامة.